طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بالعناوين. من المواقع المحلية عودة العمل إلى مصنع يمني أسسته الصين قبل 60 عاما. أقارب المصاب بفيروس كورونا بصحة جيدة بعد فحصهم. ومن أخبارنا المنوعة، الهند تعاقب سائحين خرقوا إجراءات العزل بكتابة أنا آسف 500 مرة. أهلا بكم. بعد توقف لأكثر من 15 عاما يعود أول مصنع تم تأسيسه في اليمن للعمل بإنتاج قطعة صغيرة يمكنها حماية الحياة في ظل انتشار الوباء الأشد رعبا في العالم. وعنونا موقع خيوط: الغزل والنسيج ينفض غبار 15 عاما من التوقف. وقال الموقع: تأسس مصنع الغزل والنسيج في عام 1958 كأهم منشأة اقتصادية وكهدية من الحكومة الصينية الصديقة للشعب اليمني. استمر العمل بعد تأسيسه بوتيرة عالية، حيث شهد المصنع تطورا كبيرا بطاقة إنتاجية بلغت 10 أطنان يوميا، وتنوعت منتوجاته النسيجية كمشكلا رافدا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني. فترة الزهو هذه لم تستمر طويلا، إذ شهد المصنع تراجعا كبيرا وإهمالا من قبل الحكومات المتعاقبة في اليمن، إلا أن العام 2005 كان كارثيا على الدولة وعلى مئات من موظفي المصنع، حيث توقف المصنع كليا ثم تم إغلاقه نهائيا وتسريح مئات من الموظفين نتيجة هذا الإغلاق. وفي ظل أزمة كورونا الحالية ومع تزايد القلق المرافق له وارتفاع الطلب على وسائل الوقاية الاحترازية، تم الالتفات للمصنع من خلال إعادة تشغيل قسم الخياطة لإمداد بعض الجهات الرسمية بالكمامات لتلبية الحاجة الملحة إليها. وتؤكد مريم مريط مشرفة في قسم الخياطة أن الكمامات تصنع طبقا لمواصفات ومعايير طبية أقرتها الصحة، إضافة إلى خضوعها للتعقيم. وعن الطاقم العامل قالت إنه تم إخضاع الفتيات المتقدمات للاختبار، وتم قبول نحو 67 فتاة للعمل في القسم بفترتين صباحية ومسائية. وقالت إن السعر لا يتجاوز 150 ريال للكمامة الواحدة، إلا أن القسم قد يتوقف من جديد نتيجة انعدام المواد الخام اللازمة لصناعة الكمامات. العالقون في الخارج وغير القادرين على العودة هم أكثر من تضرر من تبعات فيروس كورونا. سعيد سالم الحرباجي يكتب عنهم في موقع عدن الغد. من أكبر المتضررين حالياً هم العالقون في أكثر من دولة نتيجة توقف حركة الخطوط الجوية. هؤلاء يدفعون اليوم أثماناً باهظة جداً، وبالأخص الذين ذهبوا للعلاج. فلكم أن تتصوروا كم هي مأساة أولئك الذين باع الكثير منهم كل ما يملك من أجل أن يذهب للعلاج، واليوم عالق هو ومريضه. يضرب كفاً بكف، أعيتهم الحيلة، لا يدرون ماذا يفعلون. أين دور الحكومة؟ أين دور وزير الخارجية خصوصاً؟ أين دور سفرائنا في تلك الدول؟ أين دور أعضاء مجلس النواب؟ أليس لكم ضمائر تستشعرون بها معاناة رعاياكم؟ أليس لكم قلوب ترحم وآذان تسمع وأعين تبصر؟ ألا تستشعرون قيمة الأمانة التي كلفتم بها وعظمة القسم الذي أديتموه أمام الشعب؟ المصاب بمرض كورونا الذي تم الإعلان عنه سابقاً لابد وأنه خالط والتقى قبل الكشف عن حالته بعدد من الناس، فكيف هو حالهم؟ هذا ما ركز عليه عدن الغد. وعنوان: مصدر طبي يكشف نتائج فحوصات المخالطين بأول مصاب بكورونا في حضرموت. وكشف مدير عام صحة الأسرة الدكتور محمد مصطفى راجمنار عن حالة أكثر شخصين مصاحبين للحالة التي أعلن عن إصابتها بكورونا في حضرموت. وقال الطبيب إن الحالة التي تم الإعلان عنها كانت موجبة، حيث دخلت الحالة الموجبة المعلن عنها لمستشفى في حضرموت في 5 إبريل الشهر الجاري، بينما ظهرت الأعراض في 8 إبريل، وكانت نتائج الحالة المشتبه بها موجبة، كما تم أخذ عينة من الحالة مرة أخرى في اليوم الثاني وجاءت النتائج إيجابية. وهنا لابد من الإفصاح عالميا وفق البروتوكولات المعلن عنها عالميا، وهذا ما تم. وأضاف: كما تم أيضا عمل فحوصات على 2 من أكثر المخالطين للحالة، وتم الإفصاح عن النتائج وأنها سلبية،
أي لا تعاني من كورونا، مؤكدا على السير بإجراءات الحماية، حيث أقمنا حجرا على جميع المخالطين للحالة بشكل غير مباشر في منازلهم وتوعيتهم. تعتمد معظم دول العالم على التعليم عن بعد، وتحولت المنازل إلى فصول مدرسية لطلاب الأسرة، وفي اليمن لم يحدث هذا، فقد أغلقت المدارس وأغلقت وخرج الطلاب إلى الشوارع، لكن هناك محاولة في عدن، حيث عنونا موقع المصدر أونلاين. وزارة التربية والتعليم تطلق منصة يمن للتعليم عن بعد للمرحلتين الأساسية والثانوية، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن المنصة التعليمية الإلكترونية يمن للطلاب والطالبات المرحلة الأساسية والثانوية. ودعت الوزارة الطلاب والطالبات من الصف الأول الأساسي حتى الصف الثالث ثانوي إلى الاستفادة من دروس المنصة التعليمية المقدمة على موقعها الإلكتروني وعبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيليجرام، تويتر وقناتها على يوتيوب. وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس أهمية إطلاق المنصة التعليمية الإلكترونية للتعليم عن بعد من أجل المساهمة في إيصال الدروس العلمية للطلاب في ظل جائحة كورونا. ليست موبوءة كي تعزل، تحت هذا العنوان كتب أحمد الربيزي مقاله المنشور في عدن الغد مضيفا. قرار إغلاق منافذ عدن البرية من اتجاه لحج وأبين غير منطقي، خاصة وأن المحافظات المرتبطة بالعاصمة عدن لم يتم فيها تسجيل أي حالة مصابة بفيروس كورونا، ومن جهة أخرى لم يتم تسجيل أو اكتشاف أي حالة مصابة في عدن حتى يتم عزلها عن بقية المناطق. ومن غير المنطقي أن يتم إغلاق ومحاصرة بقية مدن حضرموت وشبوة بشكل عام، إلا في حالة أنه ثبت انتشار الفيروس في كثير من مناطق ومدن محافظتي حضرموت وشبوة، وحالياً لم تسجل إلا حالة واحدة في مدينة الشحر. وبالنسبة لمحافظتي أبين ولحج، فجريمة ترتكب في حق أهالي المحافظتين أن تم فعلاً عزلهما عن عدن، كونهما من المحافظات الريفية وليس فيهما مطارات ولا منافذ دولية مع دول مصابة بفيروس كورونا، حتى يتم عزلهما تخوفاً من وصول حالات مشتبهة من منافذهما الدولية. كما أن أبين ولحج تعتمدان بشكل رئيسي في غذائهما ودوائهما على مطار وميناء عدن وتجار عدن ومشافي عدن بشكل عام، وخاصة منذ أغلق منفذ عقبة ترافي أبين واشتعلت الحرب في منفذ كرش في لحج. دخل قرار وقف إطلاق النار في اليمن الذي أعلنه التحالف السعودي الإماراتي بشكل أحادي يومه الخامس بنفس الزخم من المعارك التي جاء لإخمادها، وخصوصا في الجبهات التي كانت مشتعلة قبل منتصف ليل الخميس الماضي. وعنونات العرب الجديد: الهدنة لا توقف الحرب في اليمن. وقالت الصحيفة منذ لحظة دخول الهدنة حيز التنفيذ وحتى الآن لم تحقق الهدنة أي من أهدافها الجوهرية، فالعمليات القتالية في مأرب والجوف والبيضاء لم تتوقف. ومن خلال رصد العرب الجديد، فقد كان يوم الجمعة الماضية أكثر الأيام هدوءا خلال الهدنة بعد غياب تام للضربات الجوية، ومن المرجح أن الصدمة التي أحدثها اكتشاف أولى حالات كورونا كان له الأثر في تراجع وتيرة المعارك. لكن يوم السبت الماضي شهد عودة إلى نقطة الصفر، وتبادلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاتهامات حول المتسبب الأول بالتصعيد، إذ أعلن كل طرف أنه تصدى لزحف على مواقعه. نقلت صحيفة القدس العربي عن منظمة اليونيسف المعنية بالطفولة تحذيرها من احتمالات تعرض الأطفال الأشد فقرا في الدول النامية لكارثة بسبب جائحة كورونا. المدير التنفيذي للمنظمة في ألمانيا كريستيان شنايدر قال: لا يمكننا الحيلولة دون تطور الأزمة الصحية العالمية إلى كارثة عالمية بالنسبة للأطفال إلا عبر تصرف منسق على المستوى الدولي. وأوضح شنايدر أن هناك قلقا كبيرا إزاء تفشي الفيروس في مخيمات اللجوء، مضيفا الكثير من الأطفال يعانون هناك من سوء التغذية وأمراض أخرى موجودة مسبقا، ولديهم القليل من الدعم المناعي لمواجهة الأخطار الجديدة. واليونيسف ناشدت الحكومات والشركات والمتبرعين من الأفراد إلى بذل كافة الجهود الآن لتوفير حماية وإمدادات لهؤلاء الأطفال. وقال شنايدر: نحن أنفسنا
نختبر حاليا مدى شدة تضرر بلدنا التي لديها واحد من أفضل النظم الصحية في العالم، فكيف بالدول الأشد فقرا؟ وأضاف: من الإنسانية عدم التخلي عن هؤلاء الأطفال وأسرهم هناك. يتهم المفكر العالمي المعروف نعوم تشومسكي بلاده بأنها تشارك في جعل اليمن تحت أسوأ أزمة عرفتها البشرية، وأضاف في جزء من مقابلة ترجمتها الغد، ونواصل اليوم الثاني نشر مقتطفات منها وأجزاء فيما جاء فيها: لم تمتد عناية ألمانيا المفرطة بالسكان إلى ما وراء حدودها، أثبت الاتحاد الأوروبي أنه أي شيء سوى أن يكون اتحاداً. ومع ذلك تستطيع المجتمعات الأوروبية المريضة النظر عبر المحيط الأطلسي للحصول على المساعدة. كانت القوة العظمى الكوبية مستعدة مرة أخرى للمساعدة بالأطباء والمعدات، وفي الأثناء كانت جارتها الأمريكية تقلص المساعدات الصحية لليمن، حيث ساعدت على خلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وكانت تستخدم فرصة الأزمة الصحية المدمرة لتشديد عقوباتها القاسية لضمان أقصى المعاناة بين أعدائها المختارين. كوبا هي الضحية الأطول أمداً منذ أيام حروب كينيدي الإرهابية والخنق الاقتصادي، لكنها نجت بأعجوبة. بالمناسبة يجب أن يكون مزعجاً للغاية للأمريكيين أن يقارنوا السيرك في واشنطن بتقرير أنجيلا ميركل الواقعي والرصين والمحسوب الذي قدمته للألمان حول الكيفية التي يجب أن يتم التعامل بها مع التفشي. لا يبدو أن السمة المميزة في الاستجابات هي الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية، وإنما المجتمعات العاملة مقابل المجتمعات المختلة وظيفياً، ما تسمى في الخطاب الترامبي الدول القذرة، مثل ما يعمل جاهداً على صناعته من أمريكا تحت حكمه. يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم مع اقتراب عدد الإصابات من عتبة المليونين، فيما وبحسب موقع عربي 21 احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى عالمياً بمعدل الوفيات والإصابات. حصيلة عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 20,608 إثر تسجيل 1,831 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية. أما الإصابات فيقول الموقع: عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى أكثر من 530,000 إثر تسجيل 28,331 حالة جديدة. وعلى صعيد الولايات المتحدة في بؤرة انتشار الوباء هي نيويورك بعدد الإصابات البالغة 181,825، تليها جارتها نيوجيرسي ب 8,151 حالة، وميتشيغان ب 23,605. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة عدد الوفيات والإصابات بكورونا عالميا، تليها في الوفيات إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، وفي الإصابات إسبانيا وإيطاليا وفرنسا. في خبر ظريف، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الشرطة الهندية ابتدعت طريقة جديدة لمعاقبة 10 سياح أجانب انتهكوا تدابير الإغلاق في مدينة شمال البلاد، وهي كتابة عبارة أنا آسف 500 مرة وفق ما أعلنت السلطات. وقد أوقف المخالفون أثناء تنزههم في شوارع ريشيكيش، وهي مدينة عند سفح جبال هامالايا اختارتها فرقة بليتز لتمضية فترة استراحة روحانية في إحدى الأديرة البوذية عام 1968. وبعد إلقاء القبض عليهم أجبرتهم الشرطة على كتابة لم ألتزم بتدابير الإغلاق أنا آسف. ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد نهاية مارس لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية. وقد تميزت الشرطة الهندية خلال الأسابيع الأخيرة بطرقها الممتعة في كثير من الأحيان لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وفي بعض الولايات هاجمت الشرطة المخالفين الذين غادروا منازلهم جسدياً، في حين اختارت ولايات أخرى معاقبة المخالفين بإرغامهم على ممارسة بعض الحركات الرياضية الصعبة. تواصل الصحف المحلية والعربية والعالمية تغطيتها المستمرة لوباء كورونا. صحيفة واشنطن بوست نشرت صورا أيضا لمظاهر التأثر بفيروس كورونا إلى الصور.
عدد من رسوم الكاريكاتير التي تنشرها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة. وبهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على المتابعة. في أمان الله.